بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا بنات وصلنا لعند اليول وركر ايكويشنز، وايش ممكن هذه اليول وركر ايكويشنز نستخدمها في تقدير البارشل اوتو كوريليشن فانكشنز للاوتو ريجريسيف اوف اوردر بي بروسيس؟ ماشي. هلا بالمناسبه اليول وركر ايكويشنز مينلي نستخدمها للي انا كاتبه في الملاحظه الاخيره، هذا هي الا وهي اللي هو اليول وركر ايكويشنز از ا تكنيك ذات كان بي يوزد to estimate the autoregressive parameters of the autoregressive of order B or H أو أي اسم سميه. أنا مثلا أنا عمدا مسميه H عشان حربطه باللاجز، ماشي، بس هذا مش مجرد مش إشي كبير، مجرد اسم. طيب فإذا هدول البرامترز الفايز هدول شايفاهم الفيز هدول، عشان نعملهم estimate إحدى التكنيكس اللي بنستخدمه هو التكنيك اللي اسمه اليول وركر إكويشنز، ماشي. طيب لكن رغم ذلك نستطيع استخدام هذا التكنيك بإيجاد البارشل اوتو كوريليشن فانكشنز. يعني يا بنات صراحة في علاقة ما بين البارشل اوتو كوريليشن فانكشن وما بين المين الفيز هذول او الفايز، منيح. ولذلك التكنيك اللي حنستخدمه ان شاء الله هنشوف اليوم حندرسه اللي هو اللي اسمه اليول وركر ايكويشنز. هلا ما حنقول شو هي اليول وركر ايكويشنز، ولكن نبدا واحدة واحدة. اليول وركر equation can be used to derive the partial autocorrelation function or coefficients at lags 1 و 2 وهكذا حتى lag h as follows. الخطوات اللي حنعملها خطوتين لليول وركر. أول خطوة عشان نقدر طبعا البارشل autocorrelation function، أول خطوة you fit the regression model where the dependent variable اللي هو dependent يعني المتغير اللي هو التابع في الانحدار. هلا انتم كلكم حتى في بعيدا عن الجامعه اخذتوا في توجيهي او ثانيه ثانوي اخذتوا اللي هو الانحدار، يكون لدينا متغيرين تابع ومستقل. المهم هنا الانحدار لحد ما هيك فكرته، يعني انه بتكون عندك الان متغير التابع بتعملي له ايش علاقه خطيه مع مين؟ مع المتغير المستقل. لو كان واحد، لو كان متغيرات مستقله تعملي هذول المتغيرات المستقيلة علاقة خريطية تربطهم مع بعض لتنبؤ القيمة تبعت المين التابع. يبقى احنا بنعتبر الديبندنت فاريبل اللي هو التابع، يعني اللي هو اسمه اكس تي، وهذا الديبندنت فاريبل المين تبعه زيرو، ولازم يكون من وين جاي؟ مستشيني بروسيس، عشان يكون اللي هو الامور ما يعني له فاريانس، ما يكونش يعني ما انتم فاهمين ما يكونش في تذبذب شديد. فبنعمل له ريجريس على اللي هو مين الاتش لاجد فاريبلز اللي هم هذول الاندبندنت. هذول هم الاندبندنت، يعني يا بنات اقول لكم في الانحدار كيف كان بيصير، بيكون عندك متغير اسمه تابع اسمه مثلا الطول او الوزن، خلينا نقول الوزن، ومتغيرات مستقله اخرى هي التاء مستقله اللي هي ايش اسمها مثلا العمر الوزن حاجه ايش الطول، ما انا هو اللي لا عفوا الوزن هو ديبندنت، انا متاسف الديبندنت هو الوزن، فبدي اتنبا الوزن من خلال معرفتي لمين المتغيرات مستقله. من هي المتغيرات المستقله؟ مثلا طول العمر، ايش في كمان ممكن يكون يعني معي طول العمر متغيرين ممكن يكون اكثر، تمام. فاذا احنا بدنا نعمل ريجريس للاكس تي على مين؟ على اكس تي ناقص 1 اكس تي ناقص 2 وهكذا حتى ايش اكس تي ناقص اتش. هذا هي العلاقه اللي بتربطهم. اكس تي يساوي الان مين هي فاي؟ هذه فاي بدل ما اسميها فاي اي سميتها الان بس مين؟ فاي اتش وواحد، عشان يا بنات العلاقه تربط مين؟ عدد المتغيرات كلياتهم يكون عددهم كلهم على بعض اتش. فاذا جاء حرف الاتش من هنا الرمز، مجرد رمز مش اكثر. فاي واحد اكس تي ناقص واحد زائد فاي اثنين اكس تي ناقص اثنين، تنسيش انه اتش هنا. لحديت فاي مين؟ h x t ناقص h زائد epsilon t. طبعا انا اقصد phi h، انا اقصد فيها مين؟ phi h و h، تمام. هي اذا الخطوة الاولى بنعمل الانحدار هذا، وبنقول على اللي هو phi h و h هم عبارة عن regression parameters، والepsilon t اللي بتعرفوها كلياتكم اللي هي عبارة عن حد الخطأ العشوائي، الوسط حسابي تبعه يا بنات معروف انه دائما نفرض فرضا انه بيساوي شو؟ زيرو، ولازم يكونوا مالهم غير مرتبطات مع مين؟ مع بعضها البعض، وغير مرتبطات ايضا مع مين؟ مع الاكس تي ناقص الاتش، يعني عند اختلاف الازمنه تي ناقص الاتش مع الابسلون تي، مظبوط؟ لازم ما يكونش في ارتباط، واضح هذا؟
اذا الخطوه الاولى هي عملتوا الانحدار اللي بربط اكس تي مع مين؟ مع اكس تي ناقص واحد حتى اكس تي ناقص اتش. الخطوه الثانيه اللي هي عشان نحصل على اليول وركر ايكويشنز، ومن هنا بنحصل على اليول وركر ايكويشنز، انه بنروح يا بنات بنضرب كل معادله من هدول او هي معادله واحده بنضربها باكس تي ناقص واحد. هذا المعادله اللي شايفينها امامكم على الكمبيوتر بنضربها في اكس تي ناقص واحد، وبنروح بناخذ لها اللي هو مين الكوفيريانس، وبعد ما ناخذ لهم الكوفيريانس بنروح نقسمها على الفيريانس عشان يعطيني الرو. فلو انا عملتها على امامكم هذه الان، طلعوا حتى نبلش اول واحده، اضربي لي بالله باكس تي ناقص واحد، ايوه يلا ايش بصير؟ هذه اكس تي مضروبه في مين؟ اكس تي ناقص واحد، بالله تاخذي لي الكوفيريانس. ايش الفرق بين الازمنه هنا؟ كم زمن؟ واحد، يعني هنا الكوفيريانس ماله؟ واحد، اللاج تبعه واحد، مظبوط؟ لما تقسموه على الفيريانس برافو عليك بيعطيني رول واحد، اذا هذه طلعت رول واحد صح؟ يساوي. يلا مين تقول لي هذه ايش بصير؟ لما تاخذي اكس تي ناقص واحد تضربيها في نفسها حيطلع الفيريانس، اقسمي على الفيريانس واحد، الرو هو رو الزيرو. منيح، اذا الجواب هذه تبع هذه بيطلع بس مين؟ فاي اتش واحد، مظبوط؟ بعدين هلا هذه بدك تضربيها في اكس تي ناقص اثنين، لا بيطلع كوفيرينس السالب واحد، مش الكوفيرينس قلنا سيمتريك اذا بتذكره؟ فكوفيرينس السالب واحد هو نفسه كوفيرينس الواحد، لما تقسموه على الفيرينس الان رول واحد، اذا هذه رول واحد. مين اللي بعدها يا بنات فكركم؟ اللي هي اكس تي ناقص 3، لما تضربيها في اكس تي ناقص الواحد الفرق بينهم زمنين صح؟ اقسمي لي على الفيريانس رو 2 علم. وهكذا هذه لما ضربناها في مين؟ في اكس تي ناقص 1. شو رايك نضربها كمان مره في اكس تي ناقص 2 ونعمل الشغل ذات نفسه؟ يلا نعملها كمان مره، نضربها في اكس تي ناقص 2، خلصنا من اكس تي ناقص 1، يلا نعملها باكس تي ناقص 2. اول واحده لما تقسميها تضربيها في اكس تي ناقص 2 خذيها كوفيرينس واقسميها على الفيريانس رو 2، برافو عليك. وهذه رو 1 تنسيش مضروبه في الفاي، بعديها رو 0 اللي هي 1، برافو كملوا هكذا. مين اخر واحده؟ اكس تي ناقص 2 مع اكس تي ناقص الاتش، قديش الفرق بينهم؟ ايوه اتش ناقص 2. بالمناسبه الاولى ايش كانت بتساوي؟ اتش ناقص 1، هنا ايش؟ اتش ناقص 2. ثم بعد ذلك بس تخلصي من اكس ناقص 2 تي ناقص 2 شو بتعملي؟ تي ناقص 3، وهكذا حتى مين؟ حتى نعمل اخر واحده اللي هي مين؟ تي ناقص. يلا اضربي لي كل واحده في هذول بايش؟ اكس تي ناقص الاتش، وخذي الكوفيرينس ومن ثم اقسم على الفيريانس، هذه حتكون رول اتش. شو بتساوي؟ فاي، الفاي زي ما هو ثابت في مين؟ اتش ناقص واحد صح، رول اتش ناقص واحد صدقتي، بعدين رول اتش ناقص 2 مضروبه في الفاي لحديت مين؟ اخر واحده رول زيرو. منيح، هذول هم اليول وركر، هم اللي انتم عملتوهم. طبعا بالمناسبه اليول وركر بيعرفوه بتعريف بدلاله الكوفيرينس وليس الاوتو كوريليشن، مش مشكله الاوتو كوريليشن او الاوتو كوفيرينس، العلاقه بينهم انك تقسمي على مين؟ على الفيريانس. ولذلك بصير انه نسمي هدول هم اليول وركر ايكويشنز، ولذلك اليول وركر ايكويشنز اللي اجوا من خلال الاوتو ريجريسيف اوف اوردر اتش، والاتش هذه مجرد رمزة لانه عباره عن ايش؟ اتش، مظبوط؟ هم هدول اللي انتم سووا شفناهم. كيف اول مره عليها؟ بس على السريع، اول واحده كيف حصلتوا عليها انتم؟ لما ضربتوا الاوتو ريجريسيف موديل بمين؟ اكس تي ناقص واحد، اخذتوا له كوفيرينس او اوتو كوفيرينس، قسمتوه على فيرينس طلعت هاي ان سو اون. وصح؟ بدي اسالكم يا بنات، انتم اخذتوا كلكم جبر خطي لينير الجبرا، بتعرفوا تعملوا لي هذا از لينير سيستم اي اكس، حيث ان الاي ماتريكس والاكس هو الكوفيشنز تبع عفوا الفاريبلز والبي هو الكوفيشنز. يلا اعملوا لي اياه كيف؟ هذا اعملوا لي اياه as a x بيساوي b، هاي صح؟ هلا شو رايك تفرديني اللي هو الفيكتور بي؟ هذا الفيكتور بي هو الروز هاي هم صح؟
والفيكتور اكس هو مين؟ الفايز. الفايز من وين؟ فاي واحد لحديت مين؟ فاي اكس. والماتريكس مين حيكون هو؟ الكوفيشنز تبعاته هي هاي. منيح. طبعا اول وحده هي روز زيرو اللي هي نعم وهكذا. اذا انتم واضح لكم انه هذا السيستم هو نفسه اللي كان قبل شويه اليول وركرز هنا، صح؟ هلا يا بنات عشان تجيبوا الفايات هذولا يا بتجيبوا المعكوس والمعكوس معقد، صح؟ يا اما بتستخدموا كرامر رو، يا اما فيما بعد حنستخدم الجوريثم جديد اللي هو اسمه اللي هو ليفنسون ديربون ليفنسون، هذا الجوريثم واللي حناخده ان شاء الله على وعسى اليوم نلحق ناخده، لكن ما اخذناش اليوم للمحاضره الجايه بناخده ان شاء الله. ولذلك اول خطوه انكم تفكروا انكم تجيبوا الفايات هذول من خلال التخلص من المعكوس تبع ولكن صعب نكد سيبيكي منه، فمش عملي انه نجيب الماء عشان احنا بصراحه حيطول معايا الماتريكس، فنستخدم كرامر رو. شو رايكم بكرامر رو اللي تعلمناها المحاضره السابقه؟ منيح. هلا يا بنات لو بدي اجيب فايل واحد و اتش واحد عفوا يلا بكرامر رو بس انا رايحك انت عشان تجيبي فاي اتش واحد ما فيش داعي تجيبي معادلة الانحدار اللي لحد الاوردر اتش، بجيبه واحدة وخلص. يعني لو رجعنا للصفحة السابقة هذه عشان اجيب فاي اتش واحد فقط في اعمل ريجريشن لمين؟ اكس تي تساوي فاي اتش وواحد اكس تي ناقص واحد زائد ابسلون تي، اعملها هيك يعني. يعني اجي اقول فقط ما في داعي اني اعمل للاخير لحديت الاتش، فباجي بقول اكس تي تساوي فاي اتش وواحد اكس تي ناقص واحد زائد ابسلون تي، بروح بضرب هذول كل هاتهم بضربهم في مين؟ في اليول وركر في اكس تي ناقص واحد، باخذها على الكوفيريانس ومن ثم بقسمها على الفيريانس، فبيعطيكي مين؟ رول واحد شو بتساوي؟ فاي اتش وواحد هذه ايش؟ روز زيرو اللي هي واحد زائد هذه ابسلون تي الكوفيرينس بينها وبين اكس تي ناقص واحد، ما هو الكوفيرينس بينها؟ زيرو، والفيريانس لما تقسميها على الفيريانس فبيطلع كلياته زيرو مزبوط؟ فصفت هذه هي هذه هي خلصتي مزبوط؟ يعني حتى كرامر ما فيش داعي، كرامر عادة بتصير لما اطلب منك جيبي لي مثلا مين؟ فاي اتش و2 او فاي اتش و3 وهكذا، مثلا بدي اجيب فاي اتش و2، يلا كم معادلة حتعملي؟ تنتين، مين هما؟ انا بضطر امحي يا بنات. يلا اعمل معادلتين، مين المعادلة الأولى ستكون؟ ستكون اكس تي تساوي فاي اتش وواحد اكس تي ناقص واحد زائد احكوا فاي اتش و2 اكس تي ناقص 2 زائد ابسلون تي، هذه المعادلة اللي هو اللي راح اضربها الآن بمين؟ اكس تي ناقص واحد صح؟ اخذ لها الكوفيرينس اقسمها على الفيرينس واطلع بمين؟ بمعادلة، ومن ثم المعادلة الأخرى اضربها باكس تي ناقص 2 اخذ لها الكوفيرينس اقسمها على الفيرينس واطلع بالرو، بيطلع بمعادلتين صح؟ كرامر. يلا مين المعادلة الأولى حتطلع معكم لما تضربوا في اكس تي ناقص واحد؟ رول واحد شو بتساوي؟ فاي اتش وواحد هذه روز زيرو زائد مزبوط؟ ولا أنا غلطان؟ لا روز زيرو زائد شو؟ فاي اتش واثنين رول واحد، وهذيك طبعا مين؟ زيرو لأنه عند اختلاف الأزمنة فالإبسلون مع اللي هو إكس ما فيش بيناتهم ارتباطات، تمام؟ هاي المعادلة. المعادلة الثانية بتحصل عليها من خلال انك تضربي هذه المعادلة بمين تضربيها؟ باكس تي ناقص 2، خذ الكوفيريانس قسميه على الفيريانس، يلا اكس تي ناقص 2 الفرق بين هذه وبين هذه زمنين صح؟ فبيطلع رو 2 شو بتساوي؟ فاي اتش واحد رول واحد زائد فاي اتش و2 رو زيرو هلا هدول المعادلتين على اللينير سيستم اللي انتم شفتوه اللي سميناه AX يساوي B صح؟ يلا مين الـ A بدها تكون فكركم كماتريكس؟ مين هما؟ والله انا واحد هذا هي واحد رو واحد برافو، وهاي رو واحد
واحد مضروبين في مين؟ فاي اتش وواحد وفاي اتش واثنين، هدول شو بيساوي؟ رو واحد رو اثنين. هل لقيت الان انا عشان بكبر في خطي عشان يبين في الكاميرا، فشكلي اني انا كبرت زياده عن اللزوم، ولكن هلا نبلش نعمل في مين؟ انا متاكد من رو اتش واثنين. هلا رو اتش واثنين يلا هي اللي بدي اعملها، رو اتش واثنين شو بتساوي؟ ديتيرمينانت اي اثنين على ديتيرمينانت الاي، فهذه عباره عن احكوا برفع العمود الثاني، هذه واحد ورو واحد وهذه برفعهم، شو بحط بدلهم؟ رو واحد ورو اثنين على ديتيرمينانت لمين؟ او اللي هو هذا واحد واحد رو واحد رو واحد، هذا ايش بتساوي؟ رو اثنين ناقص رو واحد تربيع على واحد ناقص رو واحد تربيع. وهكذا لو انا بدي اعمل مثلا يا بنات اجيب من فكركم في الفاي و اتش و ثلاثة، شو بسوي الان؟ انتو قولوا لي شو بسوي. بس لحظة ما بجيبهاش من هذه، كم معادلة حجية؟ ثلاث معادلات وضحة and so on. ولذلك انا اسمحوا لي انا اوريكم بالضبط ايش اللي بيطلع معايا. هذا هو السيستم، فيوزي كرامر رو ريكيرسيفلي يعني ورا بعض. عارفين شو معنى ريكيرسيف؟ يعني شيء بيعد ثلاث ربع. اي نعم. فبيعطيني الفاي اتش وواحد، فاي واحد وواحد هي رول واحد، فاي اثنين واثنين حتطلع هاي، فاي ثلاثة وثلاثة. هلا واضح لكم هذا كيف حصلتوا عليه؟ على كرامر مثلا فاي ثلاثة وثلاثة مين هو؟ بنرفع العمود الثالث، شو بحط بداله؟ الكوفيشنس تبعات اللي هو مين؟ الفيكتور اللي اسمه بي، مين هم؟ رو واحد رو اثنين رو ثلاثة، مزبوط يا بنات؟ على الديتيرمنت تبعت الماتريكس اللي هو هذا. بس هذا هذا الماتريكس اللي هو بيكون كم؟ ثلاثة بثلاثة. وضحة؟ ان جنرال الصفحة الجاية هذه الصيغة العامة على انك تجيبي مين؟ فاي اتش واتش. هلا الاتش كمان مرة اللي هي عبارة عن اللي هي عشان احنا لها علاقة باللاج، لكن هي لو انا بدي احكي على مثلا اوتو ريجريسيف اوف اوردر اربعة، فالاتش هنا المقصود مين فكركو؟ اربعة، مزبوط؟ هلا الان انتم فاهمين هذه كيف حصلتوا عليها؟ عارفينها؟ طب كيف؟ يلا هي ديتيرمنت على ديتيرمنت. بالنسبه للديتيرمنت الفوقاني شلتي اخر عمود في المصفوفه ايه وحطيتي بداله مين؟ الكوفيشنس تبعت مين؟ البي، مزبوط. وهذا هو المصفوفه ايه ذات نفسها، اعتقد فاهمين. طيب وضح انه السؤال الحمد لله ماشيه. هلا يا بنات شو رايكم مثال تطبيقي للسهوله؟ طبعا بالمناسبه الفايز هدول اللي انت شايفاهم او الفيز هم عمليا اللي احنا جبناهم باستخدام التكنيك اللي اسمه اليول وركر ايكويشنز، اللي هم هدول اليول وركر ايكويشنز، منيح؟ واللي عمليا هدول هم الفايات اللي انت شفتيهم. وين انا؟ الفايات هدول اللي هم عمليا الريجريشن تبعات الاوتو ريجريسيف البرامترز، عفوا مش الريجريشن، البرامترز تبعات الاوتو ريجريفس اللي هم الفايات، صح؟ ولكن هنا فيما بعد سنجد انهم مرتبطين، مش فيما بعد، خلص هي الشغله عشانها متقدمه شويه في التحليل الرياضي، فانا حقيقه مش حخش على الديريفيشن المعقد، ولكن لقينا طريقه اسهل من خلال استخدام اليول وركر اللي بتربط لي البارشل اوتو كوريليشن فانكشن مع الفايات هذولا. يعني هم طلعوا الفايات، البارشل اوتو كوريليشن فانكشن طلع الفاي، تخيلوا. هلا كيف طلع؟ في حاجة أنا مخفيها عليكم متقدمة شوية ما فينا نحكي فيها كتير عشان إحنا مادتنا مش أدفانس، فهمتوني؟ ولكن افهموها الآن، الفايات هدول هم الآن يا بنات مين؟ البارشل أوتو كوريليشن فانكشن، وهم الاستيميشن للأوتو ريجريسيف اللي إحنا بنعرفه. حتى تتضح الأمور فوق ما هي واضحة، لو أنا فيما بعد عندي بيانات مالية أو بيانات عادية تتبع لسلاسل زمنية، وهذه البيانات انا الان بيانات عاديه ارقام، يعني عباره عن شركه
واجت قالت لك شوفي لي بالله عبر السنوات السنة الأولى السنة الثالثة إلى آخره البيانات اللي خاصة فيا أنا اللي هي أرقام 15 17 إلى آخره شوفي لي موديل يوصفها. إحنا اشتغلنا الشغل تبعنا وأول خطوة إذا بتذكروا الرسم ومن الرسم نعرف إن الأمور لوين رايحة بنشوف استشينري مش استشينري إلى آخره وهذا كله إن شاء المولى يوم السبت حنحكي فيه على قضية مشروع نيجي نقول لك اعملي لي مشروع جيبي لي بيانات وانت الان موظفه في شركه يلا اللي تعلمتيه في الاحصاء واللي حنتعلمه في السلاسل الزمنيه قدام اعملي لي هذا الشغل في البيانات هذه من ناحيه عمليه. ولكن الان احنا المعلومات اللي عندنا لحد الان مش كامله فالان اللي بدي اجي يقولوا رسمنا وعملنا وطلعنا انه انا هذا الموديل اللي عندي اوتو ريجريسيف اوف اوردر 4 يا بنات. شو يعني اوتو ريجريسيف اوف اوردر 4؟ يعني انا بعرف انه الموديل هيك حيكون شكله اللي بوصف البيانات الماليه انها اكس تي هي عباره عن مين فاي اكس تي ناقص 1 زائد فاي تي اكس تي ناقص 2 زائد فاي اكس تي ناقص 3 اكس تي ناقص 3 زائد فاي اكس تي ناقص 4 زائد ابسلون تي. طبعا اقصد فاي 1 فاي 2 وهكذا. هلا الان انا لو قدرت اعرف الفايات هذول مزبوط استطيع اني اتنبأ كم ستكون المبيعات في العام 2019. احنا الان في 2017 مزبوط ففي العام 2019 فوركاستنج تنبؤ صح. فانا ضروري اعرف الفايات هذول كيف بعرفهم اليوم هيو الوركر اكويشنز قالوا لي كيف نعرفهم صح. فاذا الان اصبح انه في عندنا تكنيك الان تعلمناه كيفيه ولنا كيف نجيب الفايات كيف بالطريقه اللي تعلمناها تو اللي هي الخاصه بكرامر والمعادلات اللي ضربناهم باكس تي واكس واحد وغيره وطلعوا هدول الفايات اللي نحن شفناهم واللي سميتهم رموز جديده مجرد تسميه مش اكثر سميته فاي 4 و1 مش هيك سميته انا وسميته فاي 4 و2 4 و3 واربعة واربعة هدول هيك سميتهم الفايات بدل ما اقول عنه فاي واحد ها هم نفسهم طلعوا عمليا البارشان اوتو كوريليشن فانكشنز وصلا مربوطين بطريقة او باخرى مع بعض من خلال اليول وركر اكويشنز وهينا تعلمنا كيف الان نجيبهم علم. طيب انا ما اعطيش المثال اللي امامنا على السريع شو رايكم لو كانت عندك الرو واحد بتساوي 7 من 10 رو 2 5 من 10 رو 3 2 من 10 يلا مين تقول لي الفاي 1 و1 7 من 10 صح فاي 2 و2 يلا حسب اللي تعلمناه من كرامر بنحط مين هذا القانون اللي هو قبل شوي حصلنا عليه وبنعوض خلص ها. يعني انا بس مجرد اعرض عليكم الصفحه على امامكم تطلعوا فيها لحالكم بتفهموا بدون ما كثر حكي. هلا كيف تجيبوا الديتيرمنت الاصل كلياتنا احنا طالبات بنعرف نجيبوا هذا الشغل صح؟ مين تقول لي فاي 4 و4 سو شو حتكون فكركم؟ على المعلومات المعطاة أمامي فاي 4 و4 لا يعني زيرو يعني زيرو يعني يا بنات لو اطلعتوا على الانحدار الأمان الأوتو ريجريسيف هذا اللي أنا عامله لو طلبت منك جيبي لي فاي 5 و5 ها أنا لحد أوتو ريجريسيف لحد مين أوردر 4 فإذا فاي 5 و5 يعني البارشل أوتو كوريليشن فانكشن البارشل أوتو كوريليشن فانكشن عندي لك 5 و5 5 يعني شو بيطلع 0. ولذلك الآن أنتم ملاحظين إنه في شيء مهم للبارشل أوتو كوريليشن فانكشن بيقول لي لو انا طلع عندي عند لاج معين زيرو يعني قط يعني كان في قيم وفجاه صار صفر كانه قيم اللي وقف عندها هي الاوردر تبعت الاوتو ريجريسيف صح وقف عند اي اوردر هو عند الاربعه وفجاه عند الخمسه شو صار زيرو. ولذلك لو رسمتين واعطى ارقام والارقام هذه فوق الخطين الزرق عارفينها الباوندز هدول وفجاه صار صفر شو بيعنيته انا بفهم انه هذا الموديل اللي انا بحكي عنه اوتو ريجريسيف والاوردر تبعه هو وين صار فيه كات مفهوم. لذلك الان الملاحظات اللي امامي هي اللي انا قبل شوي حكيتها. هلا الملاحظه الاولى يا بنات بالتاكيد
البارشال اوتو كوريليشن فانكشن ممنوع قيمته تزيد عن واحد ولا تنزل عن سالب واحد، يعني ما بين سالب واحد وما بين مين؟ واحد. ولذلك اي طالبه بتطلع البارشال اوتو كوريليشن فانكشنز كوفيشنز تبعاته الكوفيشنز اكبر من واحد اصغر من سالب واحد تعرف حالها غلطانه ما بيزيد، هو قيمه محصوره ما بين مين وين، زيه زي الرو. تمام، هي اول خطوه. الخطوه الثانيه يا بنات، هلا الان لو كان ابسلون وايت نويز بروسيس معناته البارشال اوتو كوريليشن فانكشن، فكر كل هذه الوايت نويز بروسيس ايش حيكون؟ ما انت عندكم الابسلون وايت نويز، ايش يعني وايت نويز؟ يعني ان الكوفيرينس عند اختلاف الازمنه دائما زيرو، والرو اللي هي الفيري الاوتو كوريليشن ارضا زيرو عند اختلاف مين؟ الازمنه. ومتى تكون تساوي واحد؟ الرو لما يتساوى الزمن مع الزمن، صح؟ يعني هي سيجما سكوير الكوفيرينس عند مين؟ نفس الزمن، صح؟ ومن هنا لو سالت واحده منكم فاي اتش و اتش ستكون مره ايش؟ زيرو او مين؟ واحد. متى؟ لما اتش ما بتساوي، لانه ما معنى هذه لما تختلف الازمنه. تمام هي؟ ولذلك يا بنات لو انتم رسمتوا الان سيريز اي ارقام هذه البيانات رسمتوا لها بارشال اوتو كوريليشن فانكشن وبينت البارشال اللي هي رسمه الفايات هذول بينت انه عند الرو زيرو عفوا عند اللاج زيرو بتساوي واحد وباقي القيم عند اللاج اثنين ولاج ثلاثه، يعني واحد رسمتها يعني هيك رسمتها الخطين الزرق اللي بتعرفوهم عارفينهم ها اللي هم الباونس كونتينس ليمت عند اللاج زيرو لقيتوها بتساوي واحد ومن ثم عند باقي اللاجز قيم صغيره جدا. فاهمين شو بحكي؟ يعني اصفار كانها، اعرفوا انه هذه رسمه مين؟ وايت نويز. ماشي، فبنتوقع وايت نويز تكون البارشال اوتو كوريليشن فانكشن هيك رسمتها. علم؟ نبلش. هذه الخطوه الثالثه او الملاحظه الثالثه اللي هي مهمه بتحدد ال كل ما بتحدد البارشال اوتو كوريليشن فانكشن قيمه الاوردر تبع مين؟ تبع الاوتو ريجريسيف. كيف يعني؟ بقول لك اذا كانت البروسيس اوتو ريجريسيف اوف اوردر بي، فمين تقول لي شو بتتوقع رسمه الفايات هذولا؟ تكون لحديت الاوردر بي موجوده، ولكن بعد البي بتصير كات اوف. ايش يعني كات اوف؟ قطع، يعني صفار. فبنتوقع انه لما نيجي نرسم البارشال اوتو كوريليشن فانكشن ها يكون لحديت الاوردر بي موجود في بعض الخطين الزرق ومن ثم ايش اصفار. فهذا يبقى الان عرفتوا ليش لما زمان قلت لكم ذاكرين البارشال اوتو كوريليشن فانكشن هو اللي بحدد الاوتو الان عرفنا ليش. طيب الخطوه الاخيره يا بنات، لو بدلنا الرو اللي هي البوبيليشن اوتو كوريليشن بالسامبل، انت بتعرفوا في الاحصاء في عندنا سامبل وفي عندنا مين؟ بوبيليشن. والسامبل بنعمل بيرمزوا له هم بالرمز مين في الاحصاء؟ رو هات، بينما البوبيليشن رو بدون الهات هذه استيميشن لانه السامبل. فلو بدلنا فكركم الرو يعني ورجعنا هذه الفايات اللي انتم شايفينهم اصبحوا الان مقدرين بدلاله الرو هات تبعون السامبل، ففكركم ايش بدها تصير؟ هذه اسمها فاي هات. يعني مين هي اسمها؟ السامبل تبعون مين؟ البارشال اوتو كوريليشن فانكشن. منطقي ولا مش منطقي؟ وهذا اللي في ما بعد اللي هو اللي استخدمه اللي هم هذول الناس اللي اسمهم ليفنسون ديربون اللي هو ريكيرسيف ميثود او ريكيرجن ميثود، طريقه اللي هي ليفنسون ديربون ميثود. ماشي، وان شاء الله كمان شويه بركه نقدرنا نعملها زي ما لحقناش المحاضره الجايه. هلا هذه توضيحات سيميوليشن، فنشوفوا رسمه البارشال اوتو كوريليشن فانكشن لمين؟ لاوتو ريجريسيف اوف اوردر واحد. ملاحظين معايا يا بنات انه عندي اللاج واحد معدي، هذه مش لاج زيرو، هذه لاج واحد، هذه لاج واحد. انتم عارفين انه البارشال في رسمه الار في البرنامج الاحصائي ار بيرسم من اللاج واحد مش من اللاج زيرو. معايا انتم؟ هذيك الاي سي اف هذيك الاوتو كوريليشن، حكيت انا بحكي عن مين؟ بارشال. يا بنات الاوتو كوريليشن فانكشن الاي سي اف يعني بالار بيبدا من اللاج زيرو في الرسم وبيبدا من انه بيساوي واحد، ولكن البارشال بيبدا من مين؟ من واحد. خلص هيك الار مبرمج.
مش عاجبك انت ممكن تبرمجيه. الجميل في الار انه اورينتد، يعني ايش اورينتد؟ انت ممكن تعمليه انت حتى لحالك، اذا بتحب تعمل الكود وتبرمجيه لحالك وتسويه وترسم رسمات بدك لحالك بيمشي الحال. ولكن احنا ناخذه مسلح. هلا انتم ملاحظين معايا انه في قفزه كبيره جدا عند الاوردر واحد، ومن ثم البقيات مالهم كت اوف. شو يعني كت اوف؟ اصفار. هدول اصفار، هذول ما يغركيش كبير انه هذه، يعني احنا نحكي فيها ان شاء المولى قريبا جدا. ليش هذا؟ لانه في ارتباطات، يعني في ارتباطات مخفيه خفيفه ضعيفه بس. اوكي، هلا رسمه زي هذه يا بنات شو بتقولكم؟ انه انا بقترح عليك انك تفكري لي بالاوتو ريجريسيف اوردر واحد. هو بيقترح وليس يعني يجبرك، اقتراح، فيش حاجه مقدسه. ها استوعبتوني؟ يعني يمكن يكون مش صحيح اقتراحه. المهم هلا بعيدا عن، شو رايكم برسمه زي هذه؟ شو رايك يا بنات؟ طبعا هذه بارسل، رسمه البارسل، ها اوتو ريجريسيف اوردر واحد، والروب المناسبه حتكون مين؟ يا بالسالب، مظبوط. حلو، رسمه زي هذه. يبس هذا انا بدي احاول اخفي الكلام اللي هان عشان اشوفكم، ولكن طلع رسمه زي هذه. هذه للبارسل، رسمه البارسل. هذه بتقول انه انا بقترح عليك تفكري لي بمين؟ اوتو ريجريسيف اوردر 2، لانه عند الاوردر واحد فوق، عند الاوردر 2 فوق، ومن ثم اصبح في كت اوف. هلا هذه معديه، هذه نتيجه اللي حنحكي عليها قبل شوي، انه يا بنات الروز ذات نفسهم، الروز اللي الفايات جايات منهم، ما انتم شفتوا الفاي اللي هي البارشة لها علاقه بدلاله الرو، صح؟ والروز ذات نفسهم هذول في بيناتهم ارتباطات، دير بالكم، حتى بالوايت نويز في ارتباطات. ومن هنا ستجدوا انه ثيوريتيكالي صفر، لكن ابليكابل او اللي هو عمل ابلكيشنز عفوا اللي هي بالتطبيق العملي، لا مش اصفار. وهذا الدليل على انه هيو زي ما انت شايفه مش اصفار. لا مش نازل، عند لك ثلاثة مش نازل، نازل؟ لا هلا صار في القفزة هذه، ثلاثة نزل صار كت اوف، هلا أربعة ما نزلش نتيجة اللي أنا عمالي بحكيه. هذا عمدا أنا عم وريه إنه إحنا الأصل إنه يكون ماله؟ إنه يكون كت اوف، يعني الزيرو أو قريب على الزيرو، إنه ما يعديش الخط الزرق اللي هم الكونفدنس ليميت هذول. معي أنتوا؟ ولكن عدى. ليش عدى؟ نتيجة إنه يا بنات الروز ذات نفسهم بناتهم ثيوريتيكالي بنفرض احنا انه ثيوريتيكالي، يعني نظريا بنفرض انه فيش ارتباطات، ولكن عند الحديث من ناحيه عمليه نبدلهم بالسامبل، فالسامبل لا في ارتباط. فالروز ذات نفسهم مع بعض في ارتباط مع ارتباط مع ارتباط، بتزيد كلام، بتزيد قيم لبعض، بتزيديها، فالقيم اللي بتزيديها بتبطل صفر. استوعبتوني؟ يعني كتلة ورا كتلة ورا كتلة بتطلع لي هذه اللي هي العدد. وهذه من الأشياء اللي احنا بنشوف حتى بالوايت نويز بالمناسبة، اللي الأصل انه يكونوا أصفار كلياتهم، ستجدي انه في رسمة الوايت نويز إلا ما يكون في بعض الحالات مين؟ حيكون زي هيك، أوكي؟ هلا هذا الآن الشغل بقترح عليك برضه رو 2، أوكي؟ أنت عارفة لذلك أنت سألتيني، أنا بدوريك على الآر، هي الآر على السريع. هلا شو رأيك أنا بدي أعمل إكس تساوي، بدي أكبر هذا لأنه هي إكس يساوي آر نورم. عارفين آر نورم شو بيعمل؟ بولل عشوائيا مثلا 100، هدول وايت نويز. الإكس هذه وايت نويز بالمناسبة، هذه السيريز وايت نويز يا بنات. المهم أنا بديت أعمل هنا اوكي. هلا شو رايك الكود اللي اسمه اي سي اف، هو اللي برسم اسمه اي سي اف، اي سي اف للاكس، والتايب اللي بدي اياه النوع بارشل، انا بدي بارشل صح؟ ما انتم عارفين النوع اللي هو تبع الرسمات يا اما اوتو كوفيريانس او اوتو كورليشن او بارشل، انا بحكي عن البارشل. هذه اللي انا شو رايك عنهم مع بعض هيك وارسمهم، بتعرف شو شوفي؟ انت ملاحظه انها هذه كلياتهم مالهم جوات خطين الزرق، لانها ايش؟ وايت نويز، ولا واحده منهم معدي. طب هات نعمل كمان واحده سيميوليشن، نفس الشيء كمان واحده، الا ما الاقي في مره من المرات واحده هيك تشز او تقرب لخطين الزرق، شكلها كمان مره. طب
طب شو رأيك بدي أكبرها شوية أعملها مثلا أوكي بدي أعملها 1000 وأشوف إيش بيعطيني 1000 ولا يهمك. ما زال يعني بداخل خطين. أنا بدي واحدة تشز بصراحة مش راضي. 10 anyways مش راضي يزبط. كل مرة بيطلع ماله بين مين؟ بين الخطين. يعني هذا بدل على انه البارشل اوتو كوريليشن ماله يا بنات اصفار. بس اقول لكم شغلة واحدة، لو ضليتك تعمل سيميوليشن كتير حتلاقي في لحظة من اللحظات مثلا مين منهم واحدة قريبة جدا لمين؟ لخطين الزرق. هل معناته انه هنا في سيجنيفيكا؟ لا، هي وايت نويز، ولكن نتيجة انه الروز ذات نفسهم كعينة في ارتباطات، هذا ادى الى انه وجود الارقام. على فكرة هدول الخطوط اللي انت شايفاهم هدول الاصل يكون اصفار، الاصل نظريا صفار، ولكن عمليا هيهم مش صفر. طيب نرجع لل كنا فيه. هلا الان بلشنا نحكي عن اللي هو الليفينسون ديربن ريكيرسيف ميثود. هذه الان يا بنات ركزوا معايا، الموضوع هذا اعقد بكثير من اللي انا عملكم اياه، وله علاقه بالماتريسيز وباللي هو مين، وحتى احيانا بخش فيه المالتي فيرت الجوريثم وفي لبراون موشن وستوكاستيك وقصص كبيره. احنا مش مادتنا ادفانس لهالدرجه. بناخذ مين احنا؟ الخلاصه والزبده تبعت مين؟ الافندي هذا اللي اسمه مين؟ اللي هو الالجوريثم اللي اخترعوه اللي هم مين؟ ليفينسون ديربن. الناس هذول اسمعوا، لما انتم وصلتوا للي هو الفايات واستخدمتوا بعديها اللي هو الكرامر، وصلتوا لهذا الماتريكس اي اكس اللي هو هيك، وضربتوه بالاكس اللي هو هيك، وهذا ساوى البي. فاهمين شو بحكي انا؟ فالان انتم عندما وصلنا لهاي المنطقه استخدمنا كرامر، صح؟ وكرامر له علاقه بالمصفوفه وبالديتيرمنت وبالامور هذه كلياتها، وممكن ياخذ مني وقت كثير. راحوا فكروا هذول الناس، قالوا شو رايكم نعمل الجوريثم بطريقه التتابع الريكيرسيف. فنبدا في انيشال فاليو. مين اخذت النيوميريكال اناليسيس تحليل عددي؟ كلكم زي نيوتن رابسون ميثود هاي عارفينها. ففي انيشال فاليو لمين؟ للفايات. بنبدا فيها ومن ثم بنبدا بمين؟ فاي تتبعها تابع على مين؟ للانيشال، وبنعمل ابديت وهكذا. هذا الجوريثم يعني هو هيك. خلص احفظوه هيك انا عارف، بس له علاقه بمين؟ بالطريقه اللي وصلتوا لها زمان لا شو اسمه ذاك كرامر. وصلنا له وطلعوا بالطريقه كيف بدي احفظكم اياه؟ والله انا عارف. احفظوه يا بنات بعينكم الله. اجيبه في الامتحان ولا احفظ؟ لا اسمعوا، بجيبه. حفظ صعب، حفظ بصراحه. لا صعب، بجيبه. اوكي بجيبه. بس ايش في الحاله هذه صار؟ يعني السؤال اصبح ماله صار السؤال تطبيقي سهل مضمون انكم تجيبوه. ما يجيش في الامتحان؟ طيب خلاص اسمعوا بجيب لكم اياه، بجيبه ما في داعي تحفظوه. اسمعوا، بنجيب الفايات يا بنات اللي قبل شوي جبناهم بطريقه كرامر، الان بطريقه اللي هو الليفينسون ديربن الجوريثم هذه، من خلال العلاقه اللي محطوطه بالخط الازرق هذول. فاذا بنجيب فاي الهات، وسميناها هات لانها لها علاقه بمين؟ بالسامبل، فهي تعطى بالعلاقه هذه. بدك خلاص مش قريها نقدها يا خلاص، انتم شايفينها امامكم. واللي بعد منها بنجيبها برضه بمين؟ بهدول. اوكي فنبلش مثلا، لو بدي تجيبي مثلا على افتراض بالمناسبه فاي هات الواحد واحد على انها الانيشال فاليو والتي هي تساوي مين؟ روا. لو بدي اجيب يا بنات يلا فاي 2 و2 اللي قبل شوي جبتوها، قديش فاي 2 و2 طلعت؟ وينها فاي 2؟ طلعت هاي، طلعت رو 2 ناقص رو 1 تربيع على 1 ناقص رو 1. وجبتوها بكرامر. طلعوا الان ليفينسون ديربن، ما هو في ليفينسون ديربن، بس ليفينسون ديربن هنا سوري ليفينسون ديربن ميثود الان طلع نفسها. كيف طلعها؟ حتى نعوض بالله، عوضوا معي ساعدوني الله يسعدكم انا تعبان.
كيف حصلتوا عليه؟ اسمعوا، عشان تحصل على فاي 2 و2 شو رايك احط الاتش بواحد؟ فيصبح هذا هي فاي 2 و2 بتساوي مين؟ رو 2 ناقص سميشن من 1 ل1 فاي 1 و1. من هي فاي 1 و1؟ اللي هي رو 1 في مين؟ فاي 2 ناقص 1 يعني 1، يعني اصبحت رو تربيع حيها على 1 ناقص سميشن من 1 ل1 فاي 1 اللي هي رو 1 مضروب بمين؟ في رو 1 اللي هي رو 1. اذا عرفتوا هذه. طب والله جيبوا لي مثلا فاي 2 و1 في وين تعوضوا عاد؟ في اللي تحت منها. يلا تحطوا الاتش بي 1 فبصير فاي 2 و1 هي عباره عن مين؟ فاي واحد وواحد. من هي فاي واحد وواحد؟ يعني هذه في ارفعها واحط بدلها رول 1 ناقص فاي رو 2 و2. من هي فاي 2 و2؟ اللي هي هذه. عرفتوا ليش الكيرسف الان؟ لانها مرتبطه بمين؟ اللي قبل، صح؟ مضروبه في مين؟ في و الواحد واحد. من هي فاي واحد واحد؟ رو 1. طب بالمرة يا بنات، يلا مين تقول لي كيف اجيب؟ خلاص فعلا خلاص، يلا خلاص بتعرف تعمله، خلاص يلا خلاص اوكي تعمل لحال. طيب تطبيق عملي، مثال واضح. شو رايكم بالنسبة للاوتو ريجريسف اوردر 1؟ لو انا اعطيتك الان اوتو ريجريسف اوردر 1 طلبت منك جيبي لي الفايات تبعته البارشلز باستخدام مين؟ طبعا الليفنسون ديربن الجوريثم. بالنسبة للأوتو ريجريسف أوردر 1 يا بنات، كم فاي فيه؟ فاي واحدة. مين هي؟ مين تطلع؟ واحد. خلصنا، وباقي الفايات؟ أصفر، وضحت. طب بالنسبة للأوتو ريجريسف أوردر 2؟ في فاي 1 1، فاي 2 2، وفي 2 1. منيح؟ بتعرفوا تجيبوهم هدول بالألجوريثم؟ طب اسمع أقول لكم شغلة واحدة، هذا اعتبروه اني انا اعطيته للعلم، منيح؟ هلا بالامتحان النهائي اذا انا جبته فعلا ممكن اجيب، بجيب لكم القانون واصبح مجرد انه تطبيق، فيعني مش صعب. مش صعب، فخلينا نقلب عليه. وهي مثال كمان ثاني. خلينا اطلع انا، والله معلش يا بنات انا ما زلت مريض، بديش احكي، انتوا اطلعوا عليه لحالكم، قولوا لي فاهمينه ولا لا. يلا هينا بدي اعمل هيك انا. اي طالب ما مش فاهمه تقول لي مش فاهمه. خلاص واضح؟ حلو. انا عشان صراحة بدي اقف ل اوبس والله بدي الحق اخلص. اسمعوا بالنسبة ل الان فهمتوا؟ لا معي 5 دقائق. فهمتوا انه الاوتو ريجريسيف متى بيصير كت اوف؟ للبارشل، انا اقصد بارشل بعد اللاج مين؟ بي. فمثلا اوتو ريجريسيف في اوردر 5 عند اللاج 6 في كت اوف، مظبوط؟ هلا شو رايكم الان فكروا معايا بالموفينج افريج؟ عشان الموفينج افريج يا بنات احنا بنعملها لو كانت هي انفيرتبل، مش بنقدر نكتبها على صيغه اوتو ريجريسيف اوف اوردر انفينيتي، يعني رايحه للانفينيتي. ولذلك لو انا سالت واحده منكم، فكركم رسمه البارشل اوتو كوريليشن فانكشن للموفينج افريج بتتوقعوا في كت اوف؟ برافو عليك، ما في كت اوف، ولا عمره بيكون في كت اوف، لانها تكتب على صيغه انفينيتي روتو ريجريسيف، وهنا انفينيتي معناته بده يكون كت اوف بعد الانفينيتي. ولذلك رسمه البارشل اوتو كوريليشن فانكشن للموفينج افريج ستكون مالها ما فيش كت اوف، حتكون تيل اوف بسموها، تيلز اوف. شو يعني تيلز اوف؟ يعني اللي هو تتناقص تتناقص تتناقص، ولكن لا يمكن ان تقول الى مين؟ الزيرو، ما فيش كت، يعني زي اكسبوننشال ديكي بسموها. عارفين رسمناها قبل ذلك صح؟ اللي هي رسمتها. هيك بتتوقعوا رسمتها، حيكون كده، هيك هيك
هيك هيك هيك هيك هذا فهمتوني؟ هذا اللي اسمه ايش؟ تيلز اوف. وطبعا السبب انه ما في كت اوف هنا لانه رايح على الانفينيتي اوردر تبعت الاوتو ريفيسيف. علم القانون تبعها يا بنات هذا عدد، لا مش حاطيكم اياه، بدكم تحفظوا عاد. فالفاي اتش و اتش بالنسبه لمين؟ البارسل اوتو كورليشن فانكشن للموفينج افريج يعطى بالعلاقه اللي امامكم. منيح؟ احفظوا بعينكم الله. طب بدي اسالكم بالنسبه للارما، الارما عارفين الارما موديل مش هي ممكن نكتبها على طريقه انفينيتي برضو اوتو ريجريسيف لو كانت انفيرتابل؟ يبقى الارما شو بتتوقعوا يا بنات؟ برضو هنا البارشل اوتو كورليشن يكون في كت اوف ولا تيلز اوف؟ تيلز اوف. هلا كلمه كت اوف يعني ايش؟ يعني قطع، يعني اصفار هيك معنى. تيلز اوف يعني ايش؟ لا مش اصفار، في تواصل وفي تيل بسموه ديكي، ديكي يعني تناقص. حلو. طيب للعلم يا بنات وهذا ان شاء الله المولى حاجي له فيما بعد، للعلم رسمه البارشل اوتو كورليشن فانكشن للموفينج افريج هي نفسها تكون شبيهه برسمه اللي هو الاوتو كورليشن فانكشن لمين؟ للاوتو ريجريسيف، عكس بعض. فلو رسمت البارشل للموفينج افريج هتلاقوه نفس رسمه او شبيهه بمين؟ بالاوتو كورليشن لمين؟ للاوتو ريجريسيف. وفي المقابل رسمه البارشل اوتو كورليشن فانكشن للاوتو ريجريسيف ستكون شبيهه بمين؟ بالاوتو كورليشن تبعت الموفينج اب. مين ذاكره احنا اعطيناه؟ مين ذاكره من اللي انتم كان في امتحان النصف داخل رسمه الموفينج افريج الاوتو كورليشن كانت مش في كان كت اوف؟ ذاكرينها؟ ايوه برافو عليك. لما كنا بنعد الخطوط فكان في كت اوف لمين؟ للاوتو كورليشن فانكشن تبعت مين؟ الموفينج اب. بنفس المفهوم اليوم تبع مين؟ البارشل اوتو كورليشن فانكشن لمين؟ للاوتوريجريسيف. يبقى الان فهمنا الان رسماتهم مع بعض، باذن الله الاسبوع الجاي بنبلش نحكي عليها بتفاصيل اكثر. اسمعوا ابنك قلت انا عندي طن تو سلايدز، السلايد هذه هي عباره عن سيميوليشن ما فيها شيء جديد مش حاحكي فيها، معي 2 مينتس بدي احكي في السلايد هذه. الان خطين الزرق الا من بدايه الفصل وانت يا استاذنا وانت نازل تقول لنا خطين زرق خطين زرق، هم بس هم مش خطين زرق، هم ايه؟ فترات الثقة اللي لو زادوا عليهم بتكون فيه ايش؟ كونفيدنس، بيكون في عندي انا معنى والشيء انه في ارتباط، لو ما زادوش عليهم بيكون مالهم. طب الخطين الزرق عارفين كيف بنجابوا هدول؟ بنجابوا من العلاقة هاي اللي هي عبارة عن بلس اور ماينس 2 على جذر 2، هو حقيقة مش 2، هي حقيقة بلس اور ماينس 1.96 قصدي 96% تقسيم جذر الان. عارفين من هي الان؟ حجم العينه او طول السيريز. يعني يا بنات لو انا سالت واحده منكم سيريز طولها 100 قديش الكونفيدنس ليميت بتتوقعوا لهم؟ الخطين الزرق لو رسمتوه حيكون خط بلس 2 على 10 والخط الثاني سالب 2، يعني 2 على 10 خمس، 2 على 10 2 من 10 2 من 10 لا 2 من 10 2 من 10 بالموجب وسالب 2 ولم. اذا هذا هم من اين جاءوا؟ تفضلي. هم رسمتها لا هي في النيجاتيف، هم بس برسموها كده. هلا لو انا كبرت لك هم هي نيجاتيف، انت ملاحظه نيجاتيف؟ مستحيل انت بتكون شايفها، لا هي يا بلس وماينس بالبوزيتيف، يعني انت عندك بلس 2 على جذر الان او نيجاتيف 2 على جذر، فهي يا موجب يا سالب، بس هم برسموها غالبا فوق. هلا ممكن تكون فوق بتكون في الحاله هذه لما يكون مش لو لها علاقه بالمين والى اخره. بس هو بشكل عام بكون هي هيك، انا بحكي عن الروز الان. طيب بكفي هاي من كل هلا. هذه بالمناسبه اخر وحده ونختم عندها انا، معلش يا بنات هذه اخر ملاحظه اللي هان للاسف انا الوقت ادركني وبحاول اسرع في الكلام، ولكن اخر ملاحظه هي اللي انا قبل شوي كتبت لكم بالار شفتوا لما حاولت انا قدر الاستطاعه اني الاقي لكم انه يعني يزيد عن اللي هو الليميتس لما حتى بالوايت نوز. فالاخر ملاحظه بقول لك انه تيستينج الراندومنس
based on the individual autocorrelation function او البارشل autocorrelation misleading. شو يعني misleading؟ يعني مش صحيح، ممكن يقود لقرار مش سليم. متعرفين؟ بدي اقف هنا، بديش امشيها انا هيك الشغل، هذه السلايد بدي ارجع لها المحاضره الجايه. فاعتبروا اللي انا حكيته اخر خمس دقائق يعني اخر دقيقه بدي ارجع لها، هذه مهمه السلايد. يلا يعطيك العافيه.